ها هو إنا قادم إلي. أهلا خد. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبة ارك سرفايفل اوف ذا فيتست. هيا لننطلق يا اصدقاء. هيا شباب، سوف نحاول الذهاب الى النصف واخذ الاشياء التي نستطيع اخذها، وبعدها سوف نقوم بالذهاب الى الجبل الموجود قرب البركان، وسوف نحاول صناعة درع من الكايتن وصناعة كروسبو، وبعدها سوف ننطلق يا شباب. هذه هي الاستراتيجية التي لدي الآن، سوف نحاول اللعب بها يا أصدقاء، وسوف نرى هل سنستطيع الفوز أم لا. أوه، ما هذا الشخص؟ إنه لاصق فيه يا شباب. جيد جيد، قطع من اللحم، ستون إيروز. أوه، لقد قاموا بأخذ جميع الأشياء. لم أصبها يا شباب. هيا فلنرى يا أصدقاء ماذا يوجد قربانا. ماذا يوجد قربانا يا شباب؟ جيد، وقد قمنا بأخذ بعض من الفواكه. ماذا يفعل هذا الشخص هنا؟ هيا خذ خذ خذ. هيا اذهب. هذا الشخص يا أصدقاء إنه واقف هنا، اعتقد ان نتوقف عن اللعب. هذا الشخص لقد مات يا شباب. هيا فلنقم بالاستراحة للحصول على السامينة. جيد، لا يوجد اي شخص هنا. هناك شخص واحد فوق البلاتفورم. حسنا، لا يهم. هيا فلنذهب يا شباب، نأخذ بعض من الفواكه. جيد 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 يا شباب، جيد. يجب علينا التركيز لكي... هناك شخص قادم. اهلا اهلا بك، ماذا تفعلون؟ ها هيا، ليس لدي وقت لكي العب معك. مع السلامة. هيا فلنرفع قليل من الويت. جيد، هيا فلنتحرك يا اصدقاء لكي نذهب الى الجبل. لا يوجد اي احد يا شباب في منطقة البلاتفورم. هيا فلنقوم بأخذ السيمبيريز، اللحم. جيد، بعض من الفواكه يا أصدقاء والفايبر. نحن بقينا لوحدنا هنا فوق البلاتفورم على ما أعتقد. هيا فلنضيف بعض من الويت كذلك. سوف نقوم بتعلم هذه الأشياء. جيد جيد، سلينك شات، بلود إكستراكشن، سبارك بودر. جميل جدا. هيا فلنصنع الدرع يا شباب. هيا فلنضع الفواكه هنا لكي نقوم باستعمالها بسرعة إذا احتجناها. جميل، سوف نقوم بارتداء الدرع الآن. لدينا لافل نضعه في... حسنا، لقد وضعته في الموفمنت سبيد. سوف نقوم الآن بالانتقال إلى الجبل الموجود يمين جبل البركان على ما أعتقد، لأن ذلك الجبل فهو يكون فارغ قليلا. أو من الممكن أن نقوم بالذهاب إلى جبل البركان، لكنني أفضل ذلك الجبل الموجود جانب البركان. هيا هيا، هناك شخص قادم. والشخص الآخر يتبعه، لا أعلم هل صديقه أم ماذا. هيا لننطلق يا شباب. هيا، لم يتبقى لدينا العديد من الوقت، 52 دقيقة فقط. هيا شباب هيا. جيد جيد جيد، هيا بنا يا أصدقاء، نستريح قليلا. هيا نضع سبير وكذلك الهاتشيت. جيد، ستون بيك. جيد، جميل جميل. هيا فلنحصل على القليل من الفلانت يا شباب. جيد، لقد صنعنا الآن الهاتشيت. بعدها سوف نحاول صناعة بعض من السبير.
أبو حديد مات. مع السلامة يا أبو حديد. حسنا يا أصدقاء حسنا، هيا هيا بنا. لم أكن صراحة أعلم أن أبو حديد يلعب في هذا السيرفر. لا تقلق يا أبو حديد، سوف أفوز من أجلك. لمن لا يعرف أبو حديد يا شباب، فهو يوتيوبر كذلك، يقوم بتسجيل حلقات أرك سرفايفل إيفولفد. يمكنكم يا شباب الذهاب إلى قناته، اسمها أبو حديد كذلك، فقط قوموا بالبحث عن أبو حديد سوف تجدوه. جيد جدا يا شباب، لقد قمت بصناعة بعض من السبير الآن. جيد جيد جيد، حسنا يا أصدقاء، يجب علي رفع بعض من المستويات، لذلك سوف أقوم بصناعة بعض من لود فاونديشن. جيد جيد يا شباب، هيا فلنقوم بإضافة بعض من الهيلث والموفمنت سبيد. جميل جميل، ماذا سنقوم بفعله الآن؟ جيد، سوف نقوم بتعلم البو. اصنع واحد واصنع القليل من الأسهم، أعتقد أحتاج للفلانت لكي أقوم بصناعة المزيد من الأسهم، وأحتاج إلى الوود لكي أقوم بصناعة بو آخر لأنني أحتاج إلى اثنان، أعتقد اثنان فهو عدد كافي. هيا فلنقوم بصناعة الآخر وبعض من الأسهم. جيد، لانكشين كشين قتل فولك. جيد، فولك الآن ترايب إليمينيتد. هيا فلنضيف القليل من الهيلت موفمنت سبيد. جميل، نحتاج إلى الداتش والفلانت لكي أقوم بصناعة المزيد من الأيروز. هيا فلنحصل على المزيد من الفلانت يا شباب. جميل جميل جميل، هكذا روعة، قليل من الداتش. جيد جيد جدا يا شباب، هيا فلنقوم بصناعة المزيد من الأيروز. 31، جيد، هو عدد كافي على ما أعتقد. جيد، لقد بدأت في رمي الأشياء الثقيلة لكي نكمل الطريق يا أصدقاء. أوه ميغانورا، أحتاج إلى ذلك الكايتن. تعالي يا ميغانورا تعالي، هيا هيا اقتل الميغانورا، اقتل الميغانورا يا حبيبي، هيا هيا هموتي. جيد، لقد ماتت. هيا يا أصدقاء لكي نقوم بأخذ الكايتن. جيد، لا توجد ميغانورا أخرى هنا. حسنا، هيا لننطلق يا شباب ونرى ماذا يوجد. أوه إنني أسمع دايلو، لا يوجد أي دايلو هنا. هيا فلنعد ونرى، ها هو الدايلو. جيد، لقد رأيته. موت يا دايلو موت. جيد، هيا فلنقوم بأخذ الهايد، فنحن نحتاج إلى الهايد يا شباب. هيا لنرى هل هناك ديناصورات أخرى لكي نقوم بقتلها لكي نحصل على الهايد. آه هناك دايلو آخر. موت يا دايلو موت، لا يهرب يا شباب، تعال إلى هنا تعال، موت موت يا حبيبي، أعطيني ذلك الهايد. مستوى جديد الويت. جيد، هيا فلنقوم بتعلم هذه الأشياء. باراشوت، جيد جدا، سنقوم بصناعة الدرع وباراشوت. جميل، لأن الدرع الخاص بالهايد فهو يساعد كثيرا يا شباب، ويجب علينا كذلك الإسراع لكي ننطلق إلى الجبل لأن الوقت يداهمنا، بقية 47 دقيقة فقط. هيا هيا بنا يا شباب، هيا لويت لويت. جيد جيد، ماذا يوجد هناك؟ حسنا، جيد جدا يا شباب، أحتاج إلى المزيد من الوود لصناعة المزيد من الفاونديشن لأنني أريد الحصول على تلك المستويات لكي أستطيع الوصول إلى درع الكايتن بسرعة. هل وصلنا؟ نعم، هذا درع الهايد لقد أتممناه. جميل جميل،
جيد، لدينا الآن الباراشوت. حسنا، هيا سون ايرون. جيد، اعتقد باننا جيدون الان يا شباب، نستطيع التقدم. هناك ميغانورا كذلك. هيا هيا، موتي يا ميغانورا موتي. اوه اركتيك مانكيز، يجبوا علي قتل هذه القردة يا شباب. جيد، الاول ذهب، الثاني. اوه هيا هيا، تعال يا قرد. هيا يجب علي قتل هذه الميغانورا يا شباب. هيا موتي يا ميغانورا موتي، اعطيني بعض من الهايد يا قرد. سوف اقوم باخذ بعض من الكايتن من الميغانورا. جيد، اعتقد باننا مستعدون للذهاب يا شباب. حسنا، هيا بنا يا اصدقاء، هيا بنا لكي نستعمل الباراشوت من هذه المن. اوه هناك دروب، لا اعتقد بانني ساقوم بالذهاب لتلك الدروب. سوف نبقى يا شباب على الخطة، وهي ان نقوم بالصعود الى الجبل. هل هناك لاعب؟ لا يوجد اي لاعب. هل هناك لاعب؟ لا يوجد اي لاعب. يجب علينا الصعود الى الجبل يا شباب وصناعة الدرع. سوف نبقى على الاستراتيجية الخاصة بنا. بقي 20 لاعب الان. حسنا، اوه هناك لاعب يا شباب، لاحظوا معي انه يصعد مع الجبل. هيا هيا، سوف نحاول قنصه يا اصدقاء اذا استطعنا. هيا 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 هيا، يجب علينا الاسراع بعد من الهيل. جيد، هيا هيا، يجب علينا الاسراع لكي نجده يا شباب. اين هو يا شباب؟ لقد كان صاعدا من هذا الجبل. هل ليس المختبئ هنا؟ هيا فلننظر. لم اره يا شباب، هل صعد مع الجبل؟ هناك ماموت يتشاجر مع رابشرين. واو واو واو، لقد قاموا بقتله يا شباب. هيا فلنقم بالصعود. لقد كان ذلك الشخص يجري هنا يا شباب، لا اعلم اين هو. اين هو ذلك الشخص؟ اين ذهب؟ لم اره يا شباب. حسنا، هيا لكي ننطلق يا شباب ونقوم بالذهاب ونبقى في مهمتنا، وهي الذهاب الى الجبل وصناعة الكايتن بسرعة لان الوقت يداهمنا. بقيت 44 دقيقة فقط. هيا يا شباب لكي نقوم بالإسراع. هيا 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 هيا، المكان بارد في هذه المنطقة يا شباب. سوف أحاول البحث عن الحجر الخاص بالميتال، وبعدها سوف نحاول البناء قربه. حسنا، لاحظوا معي هناك العديد من الميتال في تلك المنطقة. هيا يا شباب لكي نقوم في البناء قربها، وكذلك نحن الآن في منطقة الكهف. الكهف قريب من هذه المنطقة يا شباب. جيد 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 جيد. اوه هناك جايغانتو يتشاجر مع رابترز. جيد جدا يا شباب، سوف نحاول البناء في هذه المنطقة يا أصدقاء. أين هي الفاونديشنز؟ ها هي، جميل. هيا فلنضع بعض من الفاونديشنز هنا. اوه لا استطيع البناء هناك، مع الاسف. سوف نضع فاونديشنز هنا يا شباب. جيد، هل استطيع البناء الان؟ لا استطيع البناء في هذه المنطقة كذلك. جيد، هذه المنطقة استطيع البناء فيها. جيد، سوف نحاول الان. اوه هناك ارجنتيفيس موجود قربي يا شباب، يجب علي قتله. هيا تعال يا ارجي تعال، لقد اصبته. جيد، تعال يا ارجي تعال. جيد، اصبته مرة اخرى. هيا 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 هيا، جيد، لقد قمت بقتله. جميل، هيا فلنقم باخذ الهايد. اعتقد سنحصل على جميع الهايد الذي نحتاجه من هذا الارجي، جميع الهايد الموجود في العالم. جيد، 176. جميل، وخصوصا ان هذا السيرفر فهو اكس 9، يعني مضروب في 9، لذلك استطعنا الحصول على العديد من الهايد بسهولة.
جيد، هيا فلنصنع. انتظروا قليلا يا شباب، لبوتس واليدين. جيد، تلك هي الأشياء التي أحتاجها في هذا البرد. أحتاج الآن إلى الحجر لكي أقوم بصناعة كامب فاير يا شباب، لكي نقوم بطهو اللحم. هيا بنا يا أصدقاء. هيا، جيد جيد جيد. ميجا كولد، أوه ميجا كولد يا شباب، يجب علي الإسراع الآن، وخصوصا أنني في الجبل. لاحظوا معي الهيلت، إنها تنزل بسرعة البرق. يجب علي الإسراع يا شباب الآن لكي أقوم بصناعة المزيد من المزيد يا شباب من الكامب فاير. هيا 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 هيا، نستطيع صناعة 6. جميل، هيا فلنصنع 5. هيا، يجب علي وضع الكامب فايرز بسرعة يا شباب. الهيلت الخاصة بنا فهي تنزل بسرعة البرق. هيا 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 هيا، جيد. القليل من الود، قليل من الود. بوم، جيد. هيا فنضع اللحم هناك. واو، ولا زال الجو بارد. قمت بوضع 2 من الكامب فاير والجو لا يزال بارد. جيد، اصبح الجو دافئ قليلا الان، لكنني لا زلت احتاج الى المزيد يا شباب. هيا هيا هيا، فلنضع اللحم كذلك الود. جيد، ماذا سنرفع يا شباب؟ ماذا؟ هيا فلنرفع الهيلت. جيد جدا يا شباب، ولا يزال الجو بارد كذلك، لكننا لن نموت يا شباب اذا بقينا هكذا، فاننا لن نموت. لكن لاحظوا معي، اذا ابتعدت قليلا فقط فان الجو يصبح بارد. يجب علي البقاء قرب الكامب فاير لكي لا اشعر بالبرد. احتاج الى الود، يجب علي الذهاب بسرعة واحضار بعض من الود. جميل جميل جدا يا شباب، جميل. هيا فلنقم بوضع الود. جيد، فلنقم بوضع المزيد من الود. جيد جدا. هيا فلنضع اللحم، بعد من الود. لم اضع الود. جيد جيد جدا يا شباب، يجب علينا اخذ المزيد من الود لانني احتاجه، وبعدها يجب علي العودة بسرعة لان المكان بارد جدا يا شباب. جيد جيد، هيا فلنقم بوضع بعض من الود هنا، كذلك بعض من اللحم. جميل، جيد جدا يا شباب، أصبحنا دافئين الآن. جيد يا أصدقاء، بالنسبة للهايد فهو يساعدك أثناء البرد، فهو أفضل من درع الكايتن. إذا كنت في البرد فإنك لا تحتاج إلى العديد من الكامب فايرز لكي يكون جسمك دافئ إذا كنت ترتدي درع الهايد، لكن إذا كنت ترتدي درع الكايتن أو شيء من هذا القبيل فأنت تحتاج إلى العديد من الكامب فايرز لكي تصبح دافئ. هيا يا شباب لكي نقوم بصناعة الفورج، نحتاج العديد من السون. الفورج فهي تحتاج 100 ستون. جيد، نستطيع صناعة واحدة الآن. هيا فلنقوم بصناعتها يا شباب. جيد، يجب علي الإسراع لأن حائط الموت يا شباب سوف يأتي في أي لحظة لهذه المنطقة، لذلك يجب علي الإسراع يا أصدقاء. هيا فلنقوم بأخذ بعض من اللحم يا شباب. جيد، أعتقد بأنني موجود لوحدي في هذه المنطقة، لا يوجد العديد من الأشخاص هنا. جيد، أحتاج إلى الماء يا شباب، يجب علي الذهاب بسرعة. لاحظوا معي الهيلت الخاصة بكيف نزلت يا شباب، يجب علي الذهاب بسرعة والهروب إلى هنا لكي أحصل على القليل من الماء يا شباب. جيد جيد، هيا 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 هيا، أعطيني القليل من البيريز. هيا جيد 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 جيد، لقد قمت بالحصول على القليل من الماء الآن يا شباب. هيا فلنقم بالذهاب ونقوم بتتمة العمل.
جيد يا شباب جيد، هيا بنا، هيا هيا لكي نقوم بتتمة العمل يا أصدقاء ووضع الفرج. هي الفرج، بوم، جميل. هيا قطع الميتال، بعد من الود احتاج الان الى الميتال انجتس. هيربي فور دروب اول ان كيلو، حسنا لا يوجد اي مشكل. هيا احتاج لما يقارب 18 قطعة ميتال، احتاج ل 18 قطعة ميتال يا شباب. هل استطيع صناعة السميتين؟ احتاج الى قطعتين من الميتال واحتاج الى الود. ها هو الود، احتاج الان الى 4 قطع من الميتال انجتس. هيا بنا يا شباب كي نحصل على المزيد من قطع الميتال. جيد، اعتقد لدي عدد كافي الان. هيا فلنضع هنا يا شباب. جيد، لدينا قطعتين الان، 3 قطع، نحتاج الى قطعة واحدة وبهذا نستطيع صناعة السميتي يا شباب. جيد 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 جيد، لدي المزيد من الميتال الان. هيا جيد، لدينا القطعة الاخيرة الان، جميل. هيا فلنقم بصناعة السميتي، سوف نقوم بوضعها هنا يا شباب. هيا هيا بوم، جيد جدا. هيا فلنقوم بوضع الكايتن لكي نقوم بصناعة الدرع الخاص بنا يا شباب. نزيد من الهيلت، جميل. هيا فلنقوم بتعلم الدرع، جيد درع الكايتن. او بالنسبة للرجلين احتاج الى المستوى 35 لكي اقوم بصناعتهم يا شباب. حسنا لا يهم، اذا صنعنا الرأس يا شباب ودرع الصدر فاعتقد انه كافي جدا، وسوف نكون قد قطعنا شوط كبير نحو الفوز. جيد، الان الرجلين يا شباب. هيا جميل، القطعة الاخرى من الرجلين، جميل جدا يا شباب. جيد، هيا فلنرى، هل انتظروا قليلا يا شباب، انتظروا. هيا احاول التركيز لنرى اذا نسينا اشياء اخرى لم نقم بتعلمها. اعتقد كل شيء موجود. سوف نحاول الان صناعة يا شباب المزيد من الود فاونديشنز. انتظروا فقط اقوم باخذ بعض من قطع اللحم. سوف نقوم بصناعة المزيد من الود فاونديشنز ونرى يا شباب اذا استطعت الوصول الى المستوى 35 قبل ان يصل درع، اسف ليس درع الموت، حائط الموت. حائط الموت لقد وصل يا شباب. لا اعتقد يا اصدقاء باننا سنستطيع الوصول الى المستوى 35 وصناعة بقية الدرع. هيا فلنقوم بصناعة الكروس بو. الكروس بو يا شباب فهو مهم، وبعدها سنرى يا شباب اذا كنت ساستطيع الوصول الى المستوى 35 ام لا. لاحظوا معي الحائط يا شباب، لقد اقترب من الوسط لقد اقترب من الوصول يا اصدقاء. جيد، مزيد من الود، رانجت كروس بو، جيد جيد جيد. لقد اقترب حاجز الموج يا اصدقاء. جيد، لدينا الان الكروس بو، لا احتاج الى البو العادي الان. حسنا هيا فلنرى يا اصدقاء اذا استطعنا الوصول الى المستوى 35 قبل ان يصل الينا حاجز الموت. لكن اذا لم نصل اليه يا شباب فلا يوجد اي مشكل. نزيد من الهيلت، جيد، مستوى اخر، جيد. هيا يا شباب سوف نحاول يا اصدقاء. لقد وصل يا شباب حاجز الموت الى هنا،
لا أعتقد بأننا سنستطيع الوصول يا شباب إلى مستوى 35. لاحظوا معي حاجز الموت فإنه يجري جدا. حسنا يا شباب، هيا فلنقوم بأخذ بعض من اللحم وبعدها سوف نقوم بالهروب يا أصدقاء، لأنني لا أعتقد بأنني أستطيع تعلم تلك الأشياء. تيركس يا شباب، تيركس، هيا 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 هيا. لم أرى يا شباب، أعتقد كارنيفور دراب. تيركس، وليس لدي يا شباب باراشوت لكي أقوم بالهروب. أين هو التيركس؟ إنه يقوم بالهجوم على ماموت. الحمد لله يا شباب، لقد نجونا. وكذلك البرد القارس، الهيلة الخاصة بي فهي تنزل. الهيلة الخاصة بي يا شباب تنزل بسرعة. هيا 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 هيا. هناك ميتال انجتس في هذه المنطقة. في المرة القادمة من الممكن أن نقوم بالبناء هنا يا شباب. هيا هيا هيا، يجب علي الإسراع. لقد تعبت، لقد تعبت، لقد تعبت، والجو بارد. الهيلة الخاصة بي فهي في نزول. هيا هيا، يجب علينا الذهاب إلى الشاطئ لأن الجو سيكون ساخن هناك. وهناك سيبرتوت، لقد رآني السيبرتوت. إنه قادم إلي يا شباب. هيا 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 هيا، لقد تعبت. هنا هو السيبرتوت. السيبرتوت قادم. هيا السيجو، هيا هيا السيجو، أنقذني. جيد جيد، أنقذني السيجو من ذلك السيبرتوت. أحتاج إلى الماء، أحتاج إلى الماء. جيد. الحمد لله، المكان دافئ قليلا هنا. هيا فلنصنع 2 من الباراشوت. نسيت يا شباب، لم أصنع الباراشوت يا أصدقاء، نسيت. كاد ذلك التيركس أن يقتلنا يا شباب، لولا ذلك الماموت. حسنا، أنا أصنع الآن قليل من الواتر سكين لكي نقوم بالذهاب. هناك أرجنتيفيس في تلك المنطقة كما تلاحظون، يجب علي الحذر. الهيلة الخاصة بتقوم بالصعود، لكن تقوم بالصعود ببطء. حسنا، لا يوجد أي مشكلة يا شباب. تعلمت ترانك إيروز، كنت أفكر في ترويض هذا الأرجنتيفيس، لكن ليس لدي العديد من العديد من ناركو بيريز يا أصدقاء. حسنا، لا يوجد أي مشكل. حسنا، هيا، لا يوجد أي مشكل. بقيت 29 دقيقة. ذلك التيركس يا شباب قام بالهجوم علينا. لكن لا يوجد أي مشكل يا شباب. هناك رابتر، هيا فلنقوم بالتحرك. هناك كذلك ميتال انجتس في الماء. جيد، هذه هي اول مرة اراها. وهناك كذلك ميتال انجتس هنا، اول مرة يا شباب ارى قطع الميتال انجتس في هذه المناطق. لذلك من الممكن ان نقوم بالبناء قرب هذه المناطق في مكان ما في المستقبل. حسنا يا شباب، حسنا يا شباب، هيا فلنرى هل هناك لاعب في هذه المنطقة أم لا. حسنا، هيا فلنقم بالتحرك. إنني أرى نار هناك. هيا بنا لكي نصعد ونرى ماذا يوجد هناك يا شباب. المكان بارد كذلك، لكنني أريد أن أرى إذا كان يوجد هناك لاعب في هذه المنطقة. سنقوم بقتله. لقد سمعت صوت سيبرتوت. سيبرتوت ورائي يا شباب. حسنا، هيا هيا هيا، يجب علينا الهروب. اين هو السيبرتوت؟ انه يقوم بتدمير الكامب فاير. وهناك سيبرتوت اخر. هيا بنا يا شباب، هيا هيا بنا يا شباب، هيا بنا. سوف نقوم باستعمال الباراشوت. جيد جيد، مع السلامة يا سيبرتوت. هيا بنا لكي نرى هل هناك لاعبين في هذه المنطقة. هناك ماموت، لا يوجد أي لاعب في تلك المنطقة يا شباب.
حسنا، هل هناك لاعب؟ انتظروا قليلا، بقي لانتشين تشين وبقي بعض من الأشخاص الآخرون. حسنا يا شباب، هيا فلنرى ماذا يوجد هناك. لا يوجد أي شيء هناك. تيركس، أوه ذا بيست ويذين، ذا بيست ويذين يا شباب. بالنسبة لمن لا يعرف المود الخاص بذا بيست ويذين، فهو أن الديناصورات العاشبة كالترايك وكذلك ستيغو، فهي تقوم بالهجوم عليك إذا اقتربت منها، فإنها تقوم بالهجوم عليك. وكذلك السلحفاة المائية، إذا اقتربت منها فهي تقوم بالهجوم عليك. لذلك يجب علينا الانتظار قليلا هنا، أكل بعض من اللحم لكي نحصل على الاتش بي. بقي دوبل ايج ايروز، تقريبا هذه الأسماء. أوه هناك لاعب يا شباب، هناك لاعب. هيا هيا يجب علينا الهروب. أوه لم أستطع القفز. يجب علينا الهروب يا شباب، يجب علينا الهروب. هناك لاعب كنت أريد الذهاب. أوه سيجو، هيا 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 يجب علينا الهروب يا أصدقاء، يجب علينا الهروب. لا زالوا يتبعونني يا شباب، يجب علي الهروب. هيا 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 بنا يا أصدقاء، هيا هيا فلنقوم بالجلوس هنا. أعتقد بأنني قمت بالهروب منهم يا شباب، لكن هناك لاعب في هذه المنطقة، يجب علي إيجاده وقتله يا شباب. أوه لوكيشن ريفيلز، إنه موجود قربي هنا يا شباب. هيا فلنقوم بالذهاب إليه. لقد رأيته، إنه واقف فوق تلك الحجرة كما تلاحظون. ها هو، إنه قادم إلي. أهلا، خذ. لم أصبه يا شباب، لقد أصبته لكن لها لم تتسجل، لأن هناك مشكل في لعبة أرك سرفايفل إيفولف في بعض الأحيان، رغم أنك تقوم بإصابة اللاعبين لكن اللعبة لا تقوم بالتسجيل. إذا تسجلت الإصابة فسوف تسمع ذلك الصوت يخرج منها، صوت يشبه أو شيء من هذا القبيل. حسنا هيا بنا يا شبابية، إنه يقوم بالهروب. تعال إلى هنا وواجهني، تعال تعال إلى هنا وواجهني. أين ذهب؟ لم أراه يا شباب، لم أراه، ولا أريد الذهاب إلى تلك المنطقة، لأن هناك ستيغو وهناك ترايك وكذلك هناك تيركس، لكنني لم أراه بعد يا شباب. حسنا هيا فلنقم بالجلوس أسفل هذه الشجرة. سوف أقوم بصناعة مزيد من الباراشوت. حسنا، أين ذلك الشخص يا شباب؟ أين ذلك الشخص؟ هناك دايلو، ها هو يا شباب. نعم هناك دايلو يقوم بالهجوم عليه. هيا هيا موت. لقد قمت بإصابته، لكن مع الأسف يا شباب احتسبت الضربة إلى الدايلو ولم تحتسب إليه. حسنا اعطيني الأسهم الخاصة بك يا حبيبي. جيد، هناك كذلك شخص آخر في هذه المنطقة كما تلاحظون، لكن يجب علي الآن إضافة المزيد من الاتش بي. جيد، هل نبقى هنا أم نتحرك يا شباب؟ أعتقد سنقوم بالتحرك يا أصدقاء. هيا لكي نتحرك. رأيت شيء يتحرك في تلك المنطقة لكنني لا أعلم ما هو، هل هو ذلك اللاعب أم ديناصور أم شيء من هذا القبيل. هيا فلنقوم باستعمال الباراشوت. أوه لقد قمنا بتضييع باراشوت يا شباب. حسنا هيا هيا بنا يا أصدقاء، هيا هيا بنا يا شباب لكي نذهب إلى هناك لكي نرى هل هناك لاعب أم لا. في هضبة البرونتو، هيا بنا يا أصدقاء، هيا. هناك كاربونيمز، هو تيركس. هيا هروب هروب، وترايك، هيا هروب يا شباب.
ولا زال البستويدين، لذلك يجب علي الاحتياط من الديناصورات المفترسة يا أصدقاء. أركتيك مونكيز، هذه القردة يا شباب أنا لا أحبها يا أصدقاء. حسنا، هيا 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 بنا يا شباب لكي نرى ماذا يوجد هنا. نعم، ها هي القردة يا شباب، إنها قادمة إلي، لكن ذلك الشخص الموجود هنا أعتقد بأنه قام بالتحرك. The Beast Within لقد اختفت الآن، نيخيل لقد مات، قتله ترايك، العديد من الأشخاص يموتون الآن بواسطة الـ PvE. حسنا، هيا 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 شباب. أوه، هناك قردة هنا، أعتقد بأن ذلك الشخص مر من هذه المنطقة، أعتقد هذا القرد فهو خاص به. زيريكس، مات زيريكس، لقد بقيت أنا فقط وذلك الشخص الصيني. الليل الآن يا شباب، أعتقد لن أستطيع التحرك يا أصدقاء لأنني لا أستطيع رؤية أي شيء، كما تلاحظون لا أستطيع رؤية أي شيء يا شباب. حسنا يا شباب، سوف أقوم بالوقوف في منطقة هنا والاختباء إلى أن يصبح الصباح، وبعدها سأعود لكم بعد لحظات. وعدنا يا شباب، لم يصبح الصباح بعد لكنني أستطيع الرؤية الآن. أنا الآن متجه نحو البلاتفورم، بقيت 16 دقيقة كما ترون، 16 36 ثانية. هيا بنا يا شباب، هيا، يجب علي البحث عن هذا الشخص. سأقوم بجمع السامينة وبعدها سوف أقوم بالصعود إلى فوق. حسنا، هيا هيا بنا يا شباب. أتمنى فقط ألا تكون لديه أسلحة أو شيء من هذا القبيل، لأن إذا كانت لديه أسلحة فأعتقد سوف يقتلني. وإذا كان لديه درع الكايتن فأعتقد ستكون مباراة خطيرة جدا يا شباب. حسنا، هيا فلنبحث عليه يا شباب. لا يوجد أي أحد فوق البلاتفورم، هيا فلنبحث في هذه المنطقة كذلك. لا يوجد أي أحد في هذه المنطقة، لا أرى أي تحرك. نعم يا شباب، لا أرى أي تحرك، هيا فلننطلق. هيا فلننطلق ونرى يا شباب، سوف نقوم بعمل دورة فوق البلاتفورم لكي نرى هل موجود هذا الشخص هنا أم لا. صراحة إذا كان لديه جايغانتو بيتيكس فأعتقد بأنني سأموت يا شباب. حسنا، هيا فلنرى، لا يوجد أي أحد في هذه المنطقة. هنا قرد، قرد قادم، موت يا قرد موت، هيا تعال إلي يا قرد تعال موت. لم أصبه، أعتقد بأنني أصبته، جيد، لقد مات القرد، جيد جدا يا شباب. حسنا، هيا هيا يا شباب لكي نرى هل هناك شخص ما في هذه المنطقة. هنا قرد آخر، موت يا قرد موت، إنني أسمع شيء ما. داي نايت سويتش، داي نايت سويتش. حسنا، لقد كان الصباح والدي نايت سويتش يعني أنه سيظهر الليل، لكن لم يظهر الليل يا شباب.
حسنا هيا فلنرى يا شباب، هل هناك أشياء نستطيع رميها؟ لا يوجد. حسنا هيا 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 بنا يا شباب هيا هيا بنا يا شباب. أنا أبحث الآن عن هذا الشخص لكنه لا يوجد في البلاتفورم. حسنا هيا يا شباب فلنقم بمتابعة البحث. هيا يا شباب، نعم لقد نسيت، لم أصنع البلاد إكستراكشن، سوف نقوم بصناعتها الآن وأخذ بلاك باك. بلاد باك، هيا فلنضع البلاد باك هناك. جيد، الآن نستطيع التحرك يا شباب. هيا بنا. ماذا يوجد هناك؟ ماذا يوجد هناك؟ لا يوجد أي أحد. موجود هنا؟ لا يوجد أي أحد. حسنا هيا هيا فلنذهب ونتابع البحث. لا أعلم أين هذا الشخص، أين هو مختبئ؟ لقد بقيت فقط أنا وهو، يجب عليه الصعود إلى الوسط لكي نقوم بعمل آخر شجار. لكن إذا كان يريد ترويض شيء ما أو شيء من هذا القبيل فالأمر لا يهم. حسنا هيا فلنرى هل يوجد في هذه المنطقة. حسنا هيا فلنرى يا شباب، هناك رابتر، هناك ترايك. ماذا يوجد هنا؟ لا يوجد. حسنا هيا، هناك رابتر. حسنا هيا بنا يا شباب، ماذا يوجد هنا؟ لا يوجد أي أحد. هناك كوخ وهناك رابتر. الرابتر يتشاجر مع الميغانورا، أعتقد ستقوم الميغانورا بقتله. سبلاي أوفرلود، أعتقد بأن جميع الدروبات يا شباب فهي خارج حائط الموت، لذلك لا أعتقد بأننا نستطيع الحصول على دروب إلى آخره. حسنا هيا فلنرى يا شباب ماذا يوجد في هذا الكوخ. هناك رابتر، هيا فلنرى هل أستطيع إصابته. أعتقد بأنني قمت بإصابته، قتلتها الميغانورا. حسنا هيا، لمن هذا الكوخ؟ ديد جويرو، ديد جويرو أعتقد بأنه مات. نعم لقد مات ديد جويرو يا شباب. حسنا هيا فلنتابع البحث عن هذا الشخص. هيا فلنرى إذا كان مختبئ هنا قرب البلاتفورم، لأن في بعض الأحيان الأشخاص يختبئون أسفل البلاتفورم في هذه المنطقة يا شباب. لا يوجد أي شخص. هيا فلنسترح قليلا، هيا فلنقم بالتحرك يا أصدقاء. هيا هيا هيا، صراحة أشعر بالملل الآن لأنني لم أجد أي شيء أفعله ولم أجد المنافس. أنا الآن أقوم بالبحث عن المنافس ولم أجده. حسنا هيا بنا. هنا قرد في هذه المنطقة، قردين، يعني كان لاعب في هذه المنطقة يا شباب. حسنا تعال يا أيها القرد، خذ يا ميزوبيتيكوس، ميزوبيتيكيس، موت. هيا هيا تقوم بالهروب يا ميزوبيتيكيس، خذ، لم أصبه. هيا يا ميزوبيتيكيس، هيا موت يا ميزوبيتيكيس. هناك أنكيلو، لا أعلم صراحة أين هذا الشخص. حسنا هيا فلنصعد للبلاتفورم يا شباب ونرى. هل نقوم بالصعود أم نقوم بالدوران في هذه المنطقة لكي نرى هل هناك شخص ما أم لا؟ حسنا هيا فلنقم بالصعود. حسنا هيا فلنرى.
ماذا يوجد هناك؟ حسنا انتظروا قليلا يا شباب. انتظروا. نعم نعم لقد رأيته يا شباب، لاحظوا معي. نعم انه اللاعب، انه يحاول ترويض جايغانتو بيتيكيس يا شباب. جيد 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 لقد رأيته. هيا 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 انا ذاهب الان اليه. لكن لابوردر لقد اقترب، حائط الموت اقترب، لا اعتقد بانه سيستطيع ترويض. ها هو يا شباب، خذ يا حبيبي خذ، تعال الى هنا يا لانكشون تعال. او لديه سلاح يا شباب، لديه سلاح، لديه سلاح يا اصدقاء. هيا 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 يجب علينا التركيز، يجب علينا التركيز. لديه سلاح، لم يصبني، جيد جيد لم يصبني، يجب علي اصابته. خذ خذ يا لانكشونك، خذ خذ، تعال تعال يا لانكشونك، تعال تعال، خذ يا لانكشونك، جيد جيد، خذ خذ يا لانكشونك، خذ. ليس لديك كروس بو، خذ، جيد. واخيرا يا شباب قمنا بالفوز بارك سرفايفل اوف ذا فيتست، قمنا بقتل لانكشونك، لانكشينكشين قمنا بقتل لانكشينكشين بآخر ضربة يا شباب، وكانت على الرأس، وكان لديه درع الهايد، لذلك فلا مجال يا شباب. حسنا يا أصدقاء، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله.